السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا درس اليوم هو تعرف أسماء أيام الأسبوع، تعرف أسماء الشهور عددها وترتيبها. إذا نبدأ بسم الله، نبدأ بأيام الأسبوع. سنتعرف أيام الأسبوع وهي 7. إذا نبدأ، إذا أول أيام الأسبوع هو يوم الاثنين، بعد الاثنين الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. إذا نعيد، هيا: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. أحسنتم أطفال. إذا والآن نتعرف على أيام، على اسم اليوم والأمس والغد. اسم اليوم والأمس والغد. إذا مثلا اسم اليوم هو الاثنين، فماذا سيكون اسم الغد يا كرة؟ سيكون اسم الغد هو نعم الثلاثاء. أحسنتم. إذا بما أن اليوم هو يوم الاثنين فاسم الأمس هو الأحد. أحسنتم. إليكم بمثال آخر، فإذا كان اسم اليوم الأحد واسم الأمس السبت، ماذا سيكون اسم الغد؟ الاثنين، الثلاثاء، أو الأربعاء؟ أحسنتم، جيد، الاثنين. إذا نمر الآن إلى تعرف عدد أيام الأسبوع والشهر. تعرف عدد أيام الأسبوع والشهر. إذا قلنا بأن الأسبوع يتكون من 7 أيام، وهي الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. ويتكون الشهر من 4 أسابيع، أو كذلك يمكن أن نقول 30 أو 31 يوما، باستثناء عدد أيام شهر فبراير، بحيث عدد أيامه يكون 28 أو 29 يوما. إذن إليكم الآن يومية شهر. إذن لاحظوا معي الأسبوع الأول، بحيث نبدأ من رقم 1 نزولا إلى رقم 7. من رقم 1 نزولا إلى رقم 7، جيد. وهنا لاحظوا الخانة الأخيرة، كتب 31. إذن 31 هو عدد أيام هذا الشهر. إذن 31 هو عدد أيام هذا الشهر. كما نلاحظ فإن الشهر يتكون من 4 أسابيع: الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، والأسبوع الرابع. جيد، أحسنتم. الآن نتعرف أسماء الشهور وعددها وترتيبها بالسنة. إذن عدد الشهور السنة هو 12 شهرا. أول شهر في السنة هو يناير، شهر يناير، ثم فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نوفمبر، ودجنبر. إذن عدد الشهور السنة هو 12 شهرا، وهذا هو ترتيبها. إذن الآن لاحظوا معي ترتيب الشهور في السنة، فهنا لدينا اسم الشهر وترتيبه وعدد أيام كل شهر. إذن هذا هو ترتيب شهور السنة الميلادية، وكذلك عدد أيام كل شهر على حدة. إذن شهر يناير 31 يوما، فبراير 28 أو 29 يوما، مارس 31 يوما، أبريل 30 يوما، ماي
31 يوما، يونيو رقم 6 30 يوما، يوليوز رقم 7 31 يوما، غشت 8 31 يوما، شتنبر 9 30 يوما، 10 أكتوبر 31 يوما، نوفمبر 30 يوما، و 12 رقم 12 31 يوما. إذن هذا هو ترتيب الشهور الميلادية وكذلك عدد أيام كل شهر على حدة. الآن سنمر إلى تعرف طريقة لحساب عدد أيام كل شهر. طريقة لتعرف عدد أو كيفية حساب عدد أيام كل شهر، وهذه الطريقة نسميها بقبضة اليد. نعم، كما تلاحظون في الصورة قبضة اليد. إذن كما ترون هنا لدينا أسهم حمراء وأسهم صفراء، فالأسهم الصفراء تشير إلى الأشهر التي عدد أيامها 31 يوما، والسهم الأحمر إلى الأشهر التي عدد أيامها 30 يوما. أعيد، الأصفر للأشهر التي عدد أيامها 31 يوما كما تلاحظون، والأحمر للأشهر التي عدد أيامها 30 يوما. إذن كما تلاحظون شهر يناير 31 يوما فهو باللون الأصفر. لاحظوا جيدا. إذن كما أنه لدينا هنا بالجانب صورة أخرى تبين هذا الأمر وطريقة حساب كل شهر. والسلام عليكم.